فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم هذه العبارة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه؟ لا أعلم أن هذا وارد من الأدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أعلم لهذا أصلا، ولكن يسأل الله عز وجل أن يكفيه الشر وأن يوفقه للخير. نعم. وأما القضاء فلا يتدخل فيه، القضاء من شأن الله سبحانه وتعالى، ألا يقول: اللهم لا تقدر علي كذا ولا تقضي علي بكذا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد: اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الأمور كلها، هذا الذي يقال. نعم.